بدوره أشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك إجماع عربي على ضرورة دعم الجامعة العربية، منوها إلى أن هناك أطراف أقليمية توظف الطائفية لتقسيم وحدتنا العربية. طبيعة الحال فأن قضيتنا المركزية في فلسطين حظيت باهتمامي البالغ. إن اليد العربية لا زالت ممدودة بالسلام على نحو ما تقضي به مبادرة السلام العربية، ولا زلنا في انتظار شريك حقيقي على الجانب الآخر يفهم متطلبات السلام ويعمل بجدية من أجل تحقيقه. تركت التطورات الميدانية شديدة الصعوبة في سوريا واليمن والعراق وأيضا في الصومال أوضاعا إنسانية متدهورة بين نزوح ولجوء بل ومجاعات، فواحد من بين كل اثنين من لاجئي العالم اليوم هو للأسف لاجئ عربي، وأصبح لزاما علينا كعرب أن نتصدى بشجاعة لهذه الأوضاع.